رياضة، احتضنت مدينة العيون الدورة 23 لنصف ماراثون العيون الدولي الذي ينظمه نادي شباب الساقية الحمراء لألعاب القوى تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى وعصبة جهة العيون الساقية الحمراء تحت شعار الرياضة أساس للتضامن والتنمية والانفتاح. أطوار وتفاصيل هذا الحدث الرياضي الكبير في متابعة لمحمد بتاح والمختار خيه. نصف ماراثون العيون الدولي في حلة جديدة من حيث عدد المشاركين وكذا الأبطال الذين أكدوا مشاركتهم في هذا العرس الرياضي الذي ينظم احتفاء بالذكرى 48 لعيد المسيرة الخضراء. والأكيد على أن اللجنة المنظمة لهذه التظاهرة العالمية عرفت تطور كبير واعتبرها الجميع إرث تاريخي للمنطقة، وكانت بمثابة قيمة مضافة للتعريف بالمنطقة والتطور الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية ومدينة العيون. وعودة لمنافسة نصف ماراثون العيون الدولي الذي تميز بالمنافسة القوية بين الأبطال الكينيين والمغاربة من ناحية الذكور والإناث، ولولا الرياح العكسية بالنسبة للذكور لتحطم الرقم القياسي لهذه التظاهرة العالمية. وفاز بها شيربون أبراهام الذي احتل الرتبة الثانية الموسم الماضي واحتل الآن الرتبة الأولى لهذه التظاهرة. كنت مصرا على الفوز بالسباق خصوصا بعد خسارتي للقب السنة الماضية، الجو ساعدني كثيرا من أجل تحقيق الفوز. واحتل الرتبة الثانية ياسين العالمي من المملكة المغربية، والرتبة الثالثة كانت مغربية بواسطة خليفة إبراهيم. والتوقيت الخاص بهذا السباق هو ساعة ودقيقة وثلاثة وأربعين ثانية بواسطة العداء البحريني. فيما يخص الإناث تميزت بالندية والتنافس القوي بين المشاركات، واستطاعت الكينية شيبت إيميلي من احتلال الرتبة الأولى وتحطيم رقم الخاص بهذا الحدث الرياضي بساعة وتسع دقائق وسبعة وعشرين ثانية. سعيدة بحضوري لمدينة العيون ومشاركتي في هذه التظاهرة الكبيرة. أشكر كل القائمين عليها وأشكر جميع المغاربة. صراحة أنا فرحانة اليوم بهذا الرتبة، المنافسة كانت قوية بيني وبين كينيا وإثيوبيا، والحمد لله فرحانة بهذا الرتبة لأنكم كتعرفوا كلتهم بعسرية العمر غادي وكيكبر 41 عام. صراحة عاد كنت شاركت في بطولة العالم عسكرية في سويسرا، والحمد لله تمكنت اليوم في المرتبة الثالثة واخا الجو كان صراحة صعيب شوية الريح. نجاح منقطع النظير حققته هذه التظاهرة العالمية من حيث المشاركة والتنظيم المحكم والحضور الوازن للشخصيات. وقد تم تكريم العداء العالمية فاطمة الزهرة كردادي، وهي سمة تتميز بها هذه التظاهرة العالمية بتكريم أبطال عالمي، كما كان الموعد السنة الماضية بتكريم العداء العالمي سفيان البقالي. اليوم أنا جد فخورة بتواجد ديالي بالنسبة ماراثون العيون. كنبغي نشكر اللجنة المنظمة اللي دارت لي التكريم
اللي بالنسبه لي غيعطيني واحد الحافز كبير باش انني نستمر ان شاء الله في التالق دوليا. بالنسبه لنصف ماراثون العيون كيف ما كيعرف الجميع هو وصل للدوره 23، هو بالنسبه لي من السباقات الدوليه او الوطنيه الناجحه، كنتمنى انه يستمر هكا وانه ان شاء الله يدخل التصنيف العالمي ان شاء الله في السنوات المقبله، لانه فعلا كيستحق انه يكون من الماراثونات العالميه المعروفه على الصعيد العالمي. الحمد لله على نجاح النسخه، ونجاحها هو انه الحمد لله كل العدائين بدون استثناء رجالا يعني ذكورا واناث كلهم الحمد لله دخلوا نقطه الوصول، لم يصاب اي عداء الحمد لله. فيما يخص السباق ديال الذكور كنا امل كبير فانه الرقم ينزل على ساعه 0048 في حضور يعني كوكبه من العدائين الممتازين سواء العدائين الدوليين او العدائين الوطنيين، ولكن مع الاسف كتشوفوا على انه اليوم كاين هناك رياح عكسيه اللي كانوا العدائين كيجروا يعني عكس الرياح، الشيء اللي اثر على الريتم. ولكن على كل حال الحمد لله التوقيت هو توقيت جيد لساعه ودقيقه. فيما يخص سباق النساء فتم تحطيم الرقم من ساعة 10 دقائق إلى ساعة وتسع دقائق، وهذا إنجاز كبير. أسدل الستار على فعاليات نصف ماراثون العيون الدولي بتوزيع الجوائز على الأبطال الفائزين في كل فئة، والتأكيد على أن هذه النسخة من نصف ماراثون العيون الدولي أكدت من خلال فعالياتها على النجاح الكبير بالنسبة للجنة المنظمة والحضور الوازن للشخصية التي أثثت المشهد، وكذا الأبطال الحاضرين، والضرب مع موعد آخر مع هذه التظاهرة التي أصبحت تاريخية للمملكة.